الطازج والشهي. تم تربية دجاج الصفاء في عمان بعناية، فهي تتغذى على أعلاف طبيعية بدون هرمونات، بدون مواد حافظة، وبدون صبغات أو مواد مضافة. 100% حلال وطازج كل يوم، ولذلك تعد الصفاء للأغذية العلامة الرائدة في مجال إنتاج المنتجات الغذائية للسلطنة وخارجها. الصفاء خيارك الطازج الصحي والشهي. الفكرة مش ولا بد يا حمود خالص، مش مقتنع ولا دخلة في دماغي نهائي. أنا مش عارف أنت إزاي هتوفق بين الشغلانة دي وبين دراستك. ترى بس أنا أستاذ، يعني بس أشتغل بس الصباح بس أشتغل. أنا من رأيي أنك أنت تسيبك من الشغلانة دي خالص وتنتظم في الدراسة النظامية مع أصحابك، ده رأيي. ما أقدر أستاذ، ما أقدر. لا ليه؟ يعني أنا بتعرف يعني لازم أشتغل له عشان أصرف على نفسي وكذا،
يعني تعرف أنا أهلي كلهم ميتين. ما شاء الله. ماتوا. الله يرحمهم. وأنا عايش مع عمي وعمي كبير في السن ما يقدر يصرف علي مسكين. عاد أنا عشان لازم أشتغل عشان أصرف على نفسي. طب أنت بتكسب كم في الشغلانة دي؟ يعني حسب ما يعطوني 5 ريالات إلى 7 ريالات كذا. في اليوم؟ أيوة في اليوم. عاد أكثر شيء عاد 10 ريالات. طب ما تشغلني معاك. ها؟ قصدي يعني أنا قصدي يعني الأجر اللي أنت المفروض تديهوني، يعني كيف يعني إزاي هتديهوني من ده يعني؟ ما يهمك أستاذ ما يهمك، ترى أنا أضول فلوس، عندي حصالة في البيت، مرة خليت فيها 1 ريال و100، وبعد فترة جيت حصلتهن والدات 50 صغار. مبروك مجالك ولدوا. الله. عاد يعني كل 5 أشهر أكسرها. تكسرها ليه؟ عشان أطلع يعني الفلوس وكذا. طب بص يا حمودو، أنا عندي ليك حل إن شاء الله يعجبك. أنت كل يوم تجيب لنا السمك، حل؟ وجيب لنا طلبات الدكان كلها، وده الأجر اللي أنا هاخده منك، إيه رأيك؟ زين زين أستاذ زين، والله شهور زين مناسب. إن شاء الله حاضر. طيب وفي المساء إن شاء الله هكون مجهز لك الجدول بتاع الدراسة كله. زين أستاذ زين، إن شاء الله إن شاء الله. أحسنت أحسنت أستاذ ممدوح، ما قصرت. الله يخليك. أحسنت. الله يخليك. أحسنت إن شاء الله. الله يخليك يا حبيبي. إن شاء الله إن شاء الله. خلاص يا ابني اشرب. اتفضل اشرب. ميمتو. هو ده إيه؟ ميمتو ميمتو ميمتو. أنا مش عارف روحية عاملة إيه. طب ما تتكل على الله عشان اريح شويه. ها ما ادرسته شويه. انت متاكد تاخد فعلا 10 في اليوم؟ هو 10 ريالات. ما شاء الله. على اكثر شيء على... هو في اكثر من 10. انت مو جالس تسوون في الماي، ترسع عمرك صابون. أبوي مخليني أغسل ملابسه. بسألك سؤال، أنت صاحي ولا بغام؟ مخلي البنت ترخص في الماي؟ أنت ما عندك حنان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أعوذ بالله. يعني لازم تعكرون مزاج الواحد أنتو؟ ما يجيكم تشوفوا واحد مرتاح فرحان شوية؟ ليش أنتو مزعجين كذا؟ هين أمك هين أمك، هذا ما يبغى له وما يقدر له غير أمك. هينها. أمي راقدة في المجلس تعبانة، راسها يعورها. الله المستعان الله المستعان. يا بنتي يا بنتي، سيري سيري بدلي ثيابك، ومرة ثانية يا ويلك أشوفك تغسلين ثيابها، فهمتي؟ والله يوم تغسل الثياب ما تغسل ثياب واحد غريب، تغسل ثياب أبوها. بعدين تشتخلك أنت، هاي بنتي ولا حرفيها. يا رجال يا رجال، اتقي الله اتقي الله، البنت هذا صغيرة عندها مذاكرة وواجبات. بسألك سؤال، أنت ما تحس أنت ما تفهم أنت ما تفهم؟ هذه وحدة ولا أنا؟ يا إنسان لا تخليني أعصب عليك وأعطيك بلعود في راسك، هذا كسرها. سمعوني زين، الالتزام بالوقت جدا مهم عندي، وأعتقد ما أجلس أنا طول عمري أكرر هذا الكلام حالكم. والله عاد اللي على راسه بطحة يتحسس عليها. أوف. مو تقصدي بهذا الكلام، مو تقصدي أنت تو. عيسى اسمعني، إذا أنت أصدقائك ما مهتمين في الدراسة، هذا معناته ما أنك أنت ما تهتم لدراستك. أنا مستوعب كل الكلام اللي تقوليه، لكن ما أنت دائما تحرقيني قدام أصدقائي، وكذاك ما يصير. كذاك أبغاك، وأنا ما بخسر معاك بأي شيء لو تطلب عيوني، بس أهم شيء عندي تسمع كلامي. إن شاء الله بسمع الكلام، لكن ما باغي من عندي شوية فلوس، أريد أشتري تلسكوب صغير. لا إن شاء الله من عيوني الثنتين، أول ما يرجع أبوك باخذ من عند الفلوس وبشتري لك إياه، فأنت لا تحادي ذاكر. لا والله، أصلاً هو هذا الدلع اللي مدلعينا مضيعنا. زين حبيبتي أنت وين واصلة في المذاكرة؟ أنا والله عاد ما أول ما جيت من المدرسة فتحت شنطتي طلعت كتبي ذاكرت وحليت واجباتي. إنزين إذا أنت مخلصة مذاكرتك قومي ساعدي أخوش شوية. حرام عليكم حرام عليكم، حسوا فيني أنا إنسانة مثلكم،
بصراحة ما أنا تعبانة وما فيني بارة أرجع للكتب، خصوصا إذا كان حلو. أنت دوم تعبانة وحال الدوارة مع صديقاتك مرة ما تعبانة، يوم أقولش قومي ذاكري حال أخوش تعبانة وتعبانة. ما أصلاً هذه بنتش لا من يوم داخل البيت قاسة تقلب في المجلات وتقراهن وما متفيقة حال شيء، ما فالحة ذي ما فالحة حال شيء. والله عاد أنا ما برد عليك، بخليك كذاك فندال يطبخ ساهوبه. أنت أنا ما قلت لك يوم اثنين يتكلموا ما تدخل نفسك في شيء ما يخصك؟ يلا ذاكر راجع دروسك، ويوم تخلص أباك تودي الزبالة وتعقها في الدرام. أعقها في الدرام، أعقها في الدرام، بس قبري بنتش ما تقول لي فندالو مرة ثانية. كمل دراستك وبس كده، وأنتي بعد ما تتحرشي في أخوش. لا حصلناهم لا في حارة ولا في مستشفى، أبوي غاب والصغيري ما عارف فين صاروا عنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. تو بسألك سؤال، أنتي سايرة تدوري عليهم ولا سايرة تبكي عليهم؟ يا حرمة لا تفولي على الأولاد، الله يهديك بس. يا ليلة مجاني الغالي ودق علي الباب. إيه قلت طالع ولا إيه؟ لا نازل يا أختي. يعني طالع شايفاني ماشي خارج على الباب، يبقى ايه راجع؟ هتستظرف؟ وما استظرفش ليه يا اختي؟ ها ما استظرفش ليه؟ ها هو انا لازم وشي يبقى عكر في المدرسه وفي البيت كمان؟ طيب ما تتاخرش النهارده عشان عاوزه اتصل بمصر، ماما وحشتني يا ممدوح. انا طيب يا اختي ما تتصلي، هو انا حايشك؟ لا بص بقى اما اقول لك، بصيني كده اما اقول لك إيه؟ مش كل مره اتصل بمصر ماما تسال عنك تبقى مش موجود، عيب والله ما يصحش كده يا ممدوح. لازم بقى تتصل بماما وتطمنها عليك وتسمعها صوتك، كل مرة تقولي هو ممدوح ليه مش عايز يكلمني. حاضر حاضر يا ستي، لما هرجع هحاول. طيب ايه في ايه؟ اعمل لك ايه على العشاء؟ اي حاجة اي حاجة تسد البطن بس وتملاها. بقولك ايه، هو المحروس ابنك فين؟ مين؟ مصطفى؟ لا يا اختي انا بسال على ابن الجيران، هو احنا عندنا غيره؟ والنبي يا ممدوح كفايه عليا دوشه المدرسه والعيال، ما تنطليش انت كمان كل شويه كده، خف عليا بدل ما انت ماسك لي على الواحده في الطالعه والنازله. ما تنسيش تفوقي ابنك عشان يذاكر. الواد طالع مع زمايله. ايه؟ طالع مع زمايله؟ يا وليه مش انا 100 مره قايل لك ان الواد ما يطلعش من البيت في الوقت ده؟ معلش هما طلعوا يدوروا على الواد خالد والواد جمعان، بيقولوا ما رجعوش بيوتهم لحد دلوقتي. كمان وكمان ما رجعوش؟ العيال دي مجانين مجانين رسمي. ايه مالهم عملوا ايه؟ قولي ما عملوش ايه، دول قلبوا المدرسة عليها وطيها، دول بيزوغوا من المدرسة. يا لهوي، طب ما تروح تبلغ اهلهم بالموضوع ده. ايه ده، هو انا كل شويه هروح اطب على اهلهم واخبط الباب واشتكي لهم من عيالهم؟ ايه وانا بشتغل مدرس ولا بشتغل ساعي بريد انا؟ ما يصحش كده يا راجل، دول مهما كان ولاد جيراننا. في قوانين اداريه لازم نلتزم بيها. قوانين اداريه؟ خلاص خليها عليا المره دي وانا هروح ابلغ اهلهم بالموضوع ده، ما تشغلش بالك. لا تروحي ولا تيجي، اقعدي هنا تلقحي قص في بصل. جت نيله في حظنا الهباب. ده حاجة منيلة بستين ميلة، هروح أنا. إيه ده؟ ها باشا، هذا غادي وهتصلحه ولا خربان؟ هتصلحه؟ طول بالك يا أبو نورة، طول بالك، مالك ذاك مستعجل؟ لا تلومني يا حسين يا أخوي، لا تلومني، هذا غادي وقطعة مني، متعايشين أنا وياه من زمان، هتصلحه؟ زين، إيش رأيك أعطيك راديو غيره؟ لين انا افحصه واتاكد منه، يمكن يكون شيء منكسر داخله، حسب كذاك يسوي تشويش. انا ما يخصني، انا جالس في دكانك، لازم تصلح لي راديوي. صلحه من كل الراديوهات يعني، احيدك اكثر عن 5 راديوهات مشتري عني. هنهن يا حسين يا اخوي، قلت لك هذا راديو قطعه من قلبي، قلبي يرتاح له، فؤادي يرتاح له، صلحه يمكن كان واير بس بسيط منقطع لحمه. السلام عليكم عمي حسين. وعليكم السلام والدي. ها مال هالغسالة؟ هوين تقول لك الوالد الغسالة خربانة، ولما توصلها بالكهرب يبند ساكت. هي عجب، خليها مكانها، وباكر إن شاء الله بعد صلاة المغرب تعال وبخبرك إيش المشكلة. إن شاء الله. هين أبوك اليوم ما شفناه في الحارة. أبوي راح البحر حل الهيال. وليش ما تروح معه أنت؟ مو فيك القلة طول وعرض؟ وليش أنت ما تروح؟ تأدب، لا ترفع صوتك على اللي أكبر منك، أنت ما فيك أدب، لازم أدبك. لا حول ولا قوة إلا بالله، سير يا ولدي سير توكل. مالك ذاك تكره الناس فيك أنت؟ ما حد سلمان من لسانك هذا،
لا صغير ولا كبير. المفروض تحبب الناس فيك، ما تطفر بهم. انت ليش دافع عنه؟ المهم خلي عنك هذا الموضوع وهات علوم صاحبك هتلر. هتلر يقول لك هتلر يا حسين يا اخوي كان باقي لك كمين متر ويحرق العالم كله، كان ما يبقي فيه لا اخضر ولا يابس. لولا شوية خيانة سويت الحلفاء اللي كانوا معاه خلوا عنه. انا الحل ده قلته من زمان، قلت ان العيال دي لازم تتكلبش كده بحديد من رجليها كلبشات كده، ما يتحركوش لا يمين ولا شمال، دول عفاريت. والله صدقت صدقت يا استاذ ممدوح، هذا اللي يبالهم كلبشات. طب تصدقوا بالله لا اله الا الله، انا في غصه هنا في صدري مش عايز اقولها، بس انا مع ان انا مسؤول زيكم، بس انا خايف اقولها لا تزعلوا. عفوا عليك يا استاذ ممدوح، قول ان شاء الله الله سبحانه وتعالى ما يجيب الزعل بينه وبينك يا استاذ. قول العيال دي بتعمل بلاوي، انتوا مش عارفين بيعملوا فيا ايه. العيال دي اسكت، اقول لكم على حاجه، شايف الشعر ده؟ الشعر ده انا لازقه بحديد بغيره ما يطلعش ابدا عشان ما يحصلش اخواته اللي طاحوا من بدري بسببهم، دول طلعوا لي قرون في دماغي، دول عفاريت المفروض يتحطوا في كرتونه ويترموا في ام ويترموا في جبل الجن. لا حول ولا قوه الا بالله، باين عليهم معذبين الاستاذ ممدوح مسكين. اسمح لنا اسمح لنا. معذبيني دي كلمه قليله وهينه، دول عاملين بلاوي انا مش قادر اتكلم، اخجل ان اتكلم. دول يا لهوي، عارف انا بروح البيت انام احلم بيهم اشوفهم وهم بيرقصوا رقصه الديمه، يرقصوا الديمه دي المديمه المديمه يا استاذ المديمه. ايوه هي دي بيرقصوا دي المديمه المديمه المديمه، بيرقصوا المديمه في الحلم ده، بيعملوا زي الافلام والله، دول شياطين. المهم يا استاذ ممدوح ان شاء الله نحصل الاولاد على خير وبعدين يصير خير ان شاء الله، ما يرجعوش ابدا. استاذ ممدوح الا سلمين غنمين ان شاء الله. أيوة. دول حبايبي يا ابن على الحلال ما شاء الله عليهم، ربنا يحفظهم. الله انا استغنى عنهم وعن جنانهم. يا استاذ ممدوح منهم لله. يا خالد يا جمعان يا خالد يا جمعان، هو انت ما لقيتش غير المكان ده سلمان ندور فيه؟ لان عارف الاماكن اللي يحبوا يروحوا لها. طب هو في هنا زي عندنا في مصر؟ وانت ايش عندكم في المصر؟ بس احنا عندنا جنيه بتطلع من الترعه بيسموها النداهه، بتاخد العيال الصغيره والرجاله وتاكلهم. يا ربي تاكلهم؟ ايه هذول عندهم كم ابو وحدنا، لكن احنا عندنا يسموها ام الصبيان. ام الصبيان؟ وليه مش ام البنات؟ انا مو دراني وشي غيرهم يسموها ام الدويس بعد. طب وشمعنى احنا بس العرب اللي عندنا الحاجات دي؟ اقول لك ترى ما وحدنا احنا عندنا ذي الاشياء، انا قريت مقلله حتى في الامريكا عندهم ذي الاشياء، لكن هم ما يسموها كما نحن، هم يسموها زومبي. هذا الزومبي خطير، يطلع في الليل قدام شاحنات وقدام سيارات، خطير خطير هذا الزومبي. زومبي زي اللي بيطلع في السيما؟ ايوه سيما اخت مقزح. وامي مالك ايش صاير هناك؟ اكلت صخام فكرت بهذامه. اقول لك لا تجلس تاكل اي شيء تحت. اسمع بعد شويه لما تاكل اللي تريده انا خلاص خلاص قربت اني اوصل يا صديقي العزيز. خلود ارجوك خف روحك، انا ميت من الجوع، وبعدين لا تشوفني كذا انا ميت من الخوف. عفريت عفريت
افريد طحت تصدق طحت؟ لا ما شاء الله وصلته ها؟ الحمد لله مو اخبار مو علو. ارقد ارقد حبيبي ان شاء الله. الو 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 نتروس قمر نتروس قمر. والنبي والنبي ما تموتنيش والنبي والنبي انا ما عملتش حاجه والنبي سلمان هو اللي لقي هنا والنبي ما تموتنيش انا ما عملتش حاجه انا الولد الوحيد لابويا وامي والنبي والنبي ما تموتنيش عشان انا لا اله الا الله وجل محمد رسول الله والنبي انا انا والنبي انا ما انا انا يلا 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 راسي عورني هذا الولاد هيني اللي انت وما جي مو هذه المصيبة ما يسمع الكلاب وما عرفه هيني يسير راسي عورني وهدي أقوم أسير أدورته لكن أنا ذا التعب خلاص ما أستحمل بيول هذا الولد ما أستحمله يجي أبوه من الصحراء يطلع من المدرسة ويشله بيوله ولا ذا التعب كله ما يصطاغ الكلاب أنا جاي أدور وتعبانة يا الله يا الله يا الله برحمتك يا رب يا الله يا الله يا الله رأسي عورني اينك هارون اينك ابوي انت اينك انا رأسي عورني يا الله يكون هناك ساير واهنا ما عرفوا هين حمود حمود ولدي ما شفت هارون الا يمكن عند مطعم ابو نور هناك جالس زين انت توهين ساير انا ساير ذاك الصوب واذا حصلت بخبره يا الله شيمه قال فيك شيمه خبره قول له سير امك هناك تعبانه وراسها يعورها وما نايمه ترقد زين 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 ان شاء الله ان شاء الله انت بس ما تصيحي ما تصيحي ان شاء الله تعال يمكن عند جمعان وخالود قرقور تراهم ما بعد غايبين ويدوروهم ما ملقايين يمكن بس يعني هم هين ساروا بالضبط هين ساروا ما تعرف هين ساروا ما اعرفهم تراتوا انا عاد وحدي ادورهم وكذا زين شي من كان حصلتهم زين زين اذا حصلتهم بخبرش زين يكون منك عسيره شويه هناك شويه تعنى هارون هارون يا الله راسي عورني هذا جمعان وهذا سلمان وهذه خالتكم رحيمة سلموا عليها ما حد يجي صوب يلا ما حد يسلم علي سويتها يا سيف وصرت تزوجت علي ساير البحرين رايح وجاي رايح وجاي آخرتها طلعت متزوج اللي صار صار يا رحيمة والشرع حل الأربعة للرجل ولا وش قصرت فيك انت ما قصرتي يا رحيمة انت نعم الزوجة الصالحة خدمتي زوجك وبيتك وأنا ما اشتكيت منك بشيء وهذا جزاتي تقبل لي أولاد بعدك منها ساير وجاي ساير وجاي وآخر شيء تقول لي سلمي عليهم أنت هدي أعصابك وبعدين أنا بفهمك ما بهدي أعصابي شلهم رجعهم حيت أمهم للأسف أمهم توفت والحين ما عندهم حد في الدنيا غيرنا وأرجوش تستقبليهم Mm-hmm.
لعلمك لحد الحين ما حصلناهم. عارف من دام انك عارف روح قوم دورهم. اقولش تو انت ما تشوفيني انا مريض محموم داقت لنا الحمى. محموم ولا خايفان؟ قول انك انت سبب هذه المشكله. ايوه ايوه انا قلت لها ترى اروح عن البيت وما ترجع. تسويها انت. اقولش فايزو تقومي تصير ولا اكسر ذليت في راسي شتو. ما تقدر يا الخواف. فايزة الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب. مالك مو فيك ترادف مو فيك تصارح مالك قلت انا شو منا في عفريت داخل. فين هذا العفريت؟ ما اشوف شيء عفريت من البر. احنا في داخل احنا في خوف. احنا كم سنه صار لنا في ذي المزرعه لا شفنا عفاريت ولا شفنا شيء. جمعان جمعان حد فوق جمعان. نحن تعالوا نحن هنا ساعدونا. رقد؟ إلا بعد ما رقد قلبي عورني عليه مسكين ينتفض يقول بطني عورني وحاسب لوعان. هذا كله من الشقاوة. جمعان هذا يبغى له أدب. هين ساير يا رجال اجلس مكانك. أبغى أسير أشوف. الله يخليك من فضلك هذه نظرتك نظرة شر. خلي الولد بس اليوم يرتاح وباكر عاد لين الصباح تصرف معه. فكرتك بتسألني عن ولدك. ولدي؟ مو في ولدي بعد. ولدي ما حد غير شي مدلعتنا. عارف ان ساره مدلعتنا وجاب بخاطره ولا هذا الولد هذا ما مضيعنا غير الدلع مالش. ولدك في حمى سقيته دواء ورقد ما تجلس تتنقم عليه. انا لو لا اخوش هذا هذا لو ما يتدخل ويخلينا صلخه بخيزران كان بعرف كيف ادبه واطلع منه سوالف. هاي دوكم دوكم من يتكلم عن الادب تو. ايش قلتي؟ اقول لك قبل لا تتكلم عن الادب خلي قدوة حسنة حال ولدك عشان يتعلم منك السلوك الحسن. سمعيني أنا تاني ما في بارض حارش. ها أنا سدني هالدوارة وفرار تراس من الحارة لحارة ومن سكة لسكة ما فاضلك وعلى أذيك والعيانك هذا. يلا بس أنا بعد أريد أستعد حال الدوام عندي مناوبة وما أريد أتناقر معك. ما أنت يعني أنا اللي بجلس معك مع أولادك. أنا بصير فوق السطح أنام وبرتاح منك ومن أولادك ما أروح منك. بالصحة
والطعم الطازج والشهي. تم تربية دجاج الصفاء في عمان بعناية، فهي تتغذى على أعلاف طبيعية بدون هرمونات، بدون مواد حافظة، وبدون صبغات أو مواد مضافة. 100% حلال وطازج كل يوم، ولذلك تعد الصفاء للأغذية العلامة الرائدة في مجال إنتاج المنتجات الغذائية للسلطنة وخارجها. الصفاء خيارك الطازج الصحي والشهي. وانت لا تشوف علي كذا، الحين يعني اي شيء يصير حتى لو مات الجن الازرق اكون انا السبب؟ حتى ليش تكرهوني انا؟ ليش تكرهوني انت؟ حد كلمك انت؟ انا كلمتك، انا نهمتك، انا قلت لك شيء انا؟ ليش تصرخ انت؟ شو على عمرك؟ لا تنبط، انت مقورف، انت مقورف. تصدق كل البلاوي والمصايب اللي تجينا من نحوسيتك. الحين انت مو تقول انت مين كلمك؟ مين نهمك؟ اشوفك تكلمت الحين. تعرف ودي اربطك بحبل فانجر واغرقك في بحر 70، يكون حتى لو جابوا لك اكبر غواصه في العالم ما تقدر تنقذك. الله يكف يا لسان، انا احسن لي اسير السطح وانام. تعرف ان ما في النوم كان جيتك هناك وهفستك وعرفت لك مدوك. احشرها ابو شنب. هي ابو شنب.